السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الإخوان، فيما يخص تطبيق جافا على بيئة نت بهن كما تشاهدون، هذا هو كود البرنامج، وهذه هي الفورمولار أو الانترفيس كما تشاهدون. سنقوم بتطبيق البرنامج. برنامج للتواصل مع بوردة الأردوينو والتحكم بها، نختار البورد 9 ونقوم كونكت. كما تشاهدون أحبتي في الله، هنا هذه هي البوردة، وهذا هو السيناريو خاصة بنا. إذا سنحاول التحكم في تبادل الذات من هذه المرابط. إذن هذه البين 13، هذه البين 12، وهذه البين 11. سنقوم بتخفيف الإضاءة لنراها جيدا. هذه 11، وهذه 12، و13. إذن وهذه هي بوردة الأردوينو، تشاهدون عليها كاشف التذبذب، تغيرات في الكورف كما تشاهدون، وعلى البين 13 كذلك نراقب في المنحنى الأصفر، هنا على المنحنى الأزرق كما تشاهدون. وهنا تحكم كلي في تبادل الذات من خلال هذه الانترفيس. اذا كان هذا مجرد ديمو لصناعة تطبيقات جافا على بيئة نت بين للتحكم في بوردة الاردوينو، ارسال واستقبال المعلومات، وكذلك الداتا انالايزي. كان معكم رابع المبرمج، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.